وللحديث أكثر عن ملف المعتقلين في العراق والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون، ينضم إلينا من عمان الباحث والقانوني في المرصد الأورو المتوسطي عمر العجلوني. أهلا بك معنا أستاذ عمر. أهلا وسهلا فيك وبشهادة قناة الرافدين جميعا. أهلا بك أستاذ عمر، بداية برأيك، هل ستجدي تظاهرات أهالي المعتقلين لإطلاق سراح أبنائهم هل تجدي نفعا في ظل تواصل التجاهل الحكومي لمطلب العفو العام؟ في الحقيقة فإنه تقع على عاتق الحكومة العراقية مسؤولية كبيرة لتصحيح الأخطاء المرتكبة في مجال انتهاك معايير حقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمة العادلة في مختلف مراحل المحاكمة من التوقيف وحتى ينطق بالحكم. وأعتقد أن هذا التصحيح لا يكون إلا عبر إصدار قانون العفو العام ضمن خطة فعالة لإنهاء ملف تدخل الجهات المسلحة غير الحكومية وقت تغوله على دور الدولة. وأيضا لابد أن يكون هذا الأمر بشكل جذري، يعني لا أن يصدر هذا العفو ثم نعود لطلب عفو آخر ذات الأمر. طيب، هذا تصحيح، هل هناك بوادر له؟ هل لاحظتم أن هناك بوادر؟ في حقيقة الأمر ما يبدو لنا الآن هو مجرد تعنت ومماطلة وعدم رغبة بحل هذا الملف، لا بإصدار العفو العام ولا باتخاذ إجراءات جادة أخرى. ما هو السبب؟ ما الذي يمنع الحكومة من يعني إصدار عفو عام كما هي باقي الدول؟ نعتقد بشكل يعني شبه كبير بأن المانع الحقيقي وراء إصدار هذا العفو العام أن هناك تدخلات كبيرة في عمل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهذه الجهات المتنفذة والمتدخلة لا تريد أن يمر قانون العفو العام لأنها تعتقد بأن قانون العفو العام هو مقدمة لإصلاحات كبيرة في مجال المحاكمات العادلة في العراق. طيب، من الناحية القانونية بناء على ماذا يتم إيقاف هؤلاء، يعني يتم اعتقال هؤلاء المعتقلون؟ ما هي تهمهم؟ يعني تهمهم غير واضحة، وكثير منها كما استمعنا للأهالي مسيس وتمت من خلال المخبر السري. في حقيقة الأمر هنالك شكوك كبيرة تدور حول إلصاق التهم الكيدية بالعديد من المواطنين سواء عبر وسيلة المخبر السري أو غيرها من الوسائل، وهذا أيضا مثل ما أنا ذكرت قبل قليل نتيجة لتدخل الجهات غير الحكومية والضغط على الحكومة العراقية، ولا سيما أن هنالك شواهد عديدة وحديثة تؤكد على هذه السلوكيات. هذا الأمر يشير إلى أن هذا نهج متبع منذ عدة سنوات وحتى الآن، وهذا يزيد الشكوك وما يعزز هذه الشكوك، يعني ضعف الرقابة على أعمال السلطات الحكومية وغياب المحاسبة الحازمة لمرتكبي هذه الفظائع. نعم، ما الذي يدفع السلطات الحكومية لاتباع مثل هذه الأساليب غير القانونية في الاعتقال برأيك؟ يعني ما الذي تحاول السلطات فعله خارج نطاق القانون؟ يعني عندما يتدهور دور الدولة ووضع الدولة فلا بد أن تتسرب هذه السلوكيات غير القانونية وغير الأخلاقية حتى إلى سلوكياتها وعملها، وأنا هذا يعني أنا بعتقد هو نتيجة لضعف دور الدولة وتغول الجهات غير الحكومية على عملها. نعم، إذا كنت معنا الباحث القانوني في المرصد الأورو المتوسطي عمر العجلوني من عمان، شكرا جزيلا لك.